الاسعار والله في حلو وفيه غالي وفي رخيص، في غالي وفي رخيص، بس اهو الناس يعني في اللي بيعرف يشتري وفي ما بيعرفش يشتري، وهو الناس يعني بجد من الاسعار. عايزين مش عارف، عايزين بطاقه مش عارف، عايزين ايه ومش عارفين نجيب. يقول لك الثلاث رغيف السياحي دوت بجنيه، هيكفي مين ولا مين؟ ثلاث رغيف اللي هو الرغيف اللي ما بتكملش يعني قطمه بجنيه، هيكفي مين ولا يكفي مين؟ والله انا جاي من الفرن مش عارفه اجيب عيش، وادور على حد يجيب لي البطاقه عشان اجيب عيش. يقول لك الجبيب غالي ب 35 قرش رغيف ابو شيلين، طب يكفي مين ولا مين ده؟ والله مش عارف الواحد هيعمل ايه، والله هيعملوا ايه؟ هيعملوا الدخل ولا هيعملوا ايه؟ ده بيلطموا، هيعملوا ايه يابا؟ هيبلطموا. الواحد مش عارف يعيش ولا عارف يعمل حاجه يا عبيد، ولا حد عارف يجيب اكل ولا حد يعرف يجيب حاجه ولا يعرف حاجه. الواحد بكفي ده بكلم نفسي المجنونه، والله بكلم نفسي. يعني الواحد ماشي مثلا ربنا اللي بيقدره بقى الراجل بيديهولها، بيمشي يكلم نفسه في السوق ما عارفش اجيب ايه، ولا اجيب يكفي ولا مش هيكفي، ده غالي وده مش عارفه ايه. الواحد ما يعرفش يدبر نفسه بالحال، نفس ربنا يسترها ويعديها على خير، يعني يعديها على خير. والله يا ابني الواحد خلاص تعبت من كل حاجه، من النور الواحد مش عارف يشتغل ولا عارفين يعملوا، كل شهر نور النور النور. عندنا الراجل بتاعنا حلاق مش عارف يشتغل، يعني هوب النور يقطع، هوب النور يجي، ما فيش ساعه وساعه زي ما هو. ده الزبون عاوز يحلق وياخد فلوس، والله العظيم يا ابني بقول لك يعذب الراجل عقبال ما يقول له كده، يقول له ده بكره بديك ازاي، يعيش منين الراجل ده؟ والله يا ابني ده يعني الواحد خلاص هيود، هيقول لك ما اعرفش ايام السادات، ايام مش عارف ايه، ايام ايه يعني ايام حسني مبارك يعني مش عارف. بس دلوقتي بقت الدنيا بقت كلها خد خراب في خراب. اصعب ايام بصراحه، ما حدش شافها. عايزه شقه اقعد فيها حلوه وابقى كويسه، والحمد لله وانا بقبض معاش ومعايا اربع عيال يتامى، ولاد ابني وامهم ميته وابوهم ميت، كل حاجه غاليه واحنا شقيين ناكل. ايه بعد ساعات بنلم ايه قطيتين واحنا ماشيين من الزباله، ولا نلم من ده ولا من ده، ده الاسعار كلها غاليه خالص ومش لاقيين فلوس. ما فيش اللي بيقبض معاش بيعمل ايه؟ بيصرف من ايه؟ بتمشي على قد النهارده 20 النهارده 30 النهارده ما فيش. ادي يا ابني والحاجه غاليه خالص خالص، مش رخيصه، قد احنا ماشيين على قدنا. لا بتغلى، لا بتغلى بتغلى على طول، كانت الاول كويس والان كله بيغلى. كله بيغلى لا كله بيغلى يا ابني، واللي بيشتري ما معهوش، لان ما فيش قدامي بابا اللي هي الشغلانه دي. اما الحاجه دي تنشال وتتدمر والحاجه تتاخد، الواحد هيروح فين ولا يشتغل ولا يجيب مصاريف عياله منين ولا يمشي بيته ازاي؟ لان هي دي شغلانتي. اما يجي البلديه يشيلها وتبهدلني هروح انا فين؟ ما هو يسرق يروح هنا يروح هنا، فهم ما يعملوا نمر او بلوكات افضل. فين؟ ما تعملش، لا ما تعملش هنا نهائي، هنا ما تعملش هنا نهائي. اما بيعملوا مثلا في المنطقه نفسها ماشي، شارع واسع زي ده يعملوا فيه نمر. الواحد بيجي من بيته عارف نفسه هيقف فين، انما باجي من بيته دلوقتي واقف في الشارع. بقى البيع والشراء تعبان، احنا بنجيب الحاجه نفضيها ونيجي اخر النهار نصها يترمي، او مثلا بنعبيها وتصبح الصبح ضربه، لان ما فيش سيوله. يعني الجو تعبان، الناس تعبانه ما معهاش فلوس اصلا، فبنجيب الحاجه نفضيها واخر نهار نعبي نصها، تصبح ضربه ونرمي اكتر من نصها. ما الاسعار غاليه والناس تعبانه، فلوس ما معهاش فلوس. اللي جاي تاخد 2 كيلو مثلا، كيلو قوطه ب 2 جنيه ما معاش 2 جنيه، بتاخد نص كيلو بس، فالسلعه بتفضل عندي زي ما هي. ناس طيبه والله، ناس طيبه وحالتهم على قديها مش اكتر من كده والله. يعني كل الناس اللي بيتعاملوا معاها طيبين كله، ومعاملتهم على قديها. انا مفيش، ما هو كل حاجه. لا ماما يشتري والله، ما الوقت هتحرك ويبقى في يعني في سيوله حلوه. يعني هم تعبانين، لو مش تعبانين هياخدوا،
ده يخلص وده يخلص وطمع الكل، يعني الخير بيحم على الكل. طلبات ربنا يصلح الحال، يعني صلاح الحال فقط لا غير. ربنا يصلح حال البلد، يصلح حال البلد كلها. ماشي، وكل اما كل واحد يجي على نفسه شويه وربنا يصلح الحال مش مشكله. يعني طالبين الخير من عند ربنا فقط لا غير. كلمتين تاني لا اقول لا بياع ولا شرور، انا عايز حاجه تاني تاني بس من المسؤول. عايزه يبعت ناس تقرا عدادات الميه وعدادات النور، ما يوزعهاش مجاني. عشان انا عندي بيت كنت بدفع 30 جنيه بدفع 120 جنيه دلوقتي. عايز ناس تسال يكون عنده ضمير بتوع الميه، ينزل الميه يشوف الميه اللي بتستهلك قد ايه، والعدادات اللي معدوده دي اللي بيدفع 150 ليه يدفع 150 جنيه ليه؟ انا خليها بات في دغري مثلا قاعد انا وعيالي مثلا في البيت 150 جنيه في الشهرين ليه؟ وحرام كنا بندفع 30 جنيه بيوزعوها مجانا والكهرباء مجانا. عايز الناس تسرع عددات بتاع الميه وبتاع الكهرباء، ما عنديش كلام اقول اكتر من كده. ايوه صاحب محل نروح ندفع كهرباء كل شهر، في شهر جالي شهر 715 جنيه كهرباء، رحت هناك في الكهرباء بشكيله قال لي انت عندك ثلاجه، قلت له انا عندي فاتح محل خضره، نقفل بقى ولا نعمل ايه طيب؟ 715 جنيه شهر 715 مفيش كهرباء ايه؟ ثلاث اربع شمعات اهم مفيش رومة كلها شمع نايله اهم مفيش ثلاجات خضره، ثلاجات ايه ده؟ اي حد بوظ ده هو بتاع مروحه كمان بوظ الخضار ده. الناس اللي شغاله معانا ما بنعملش بمصاريفنا احنا، بنعملش بمصاريفنا اقسم لك بالله، عايزين نقفل تعبانين. الناس بتجي لك بتجد، اللي يقول لك ب 50 قرش فلفل، ب 50 قرش طماطم، هات ربع كيلو بطاطس، الناس جايه تعبانه وبتاع الناس بيعدى مننا. معانا شغال ما بنعملش مصاريف، الناس شغاله مصاريف ما بنعملش مصاريف. ما بتعبنا احنا، اي بيع في الشارع بتعبنا احنا، اي حاجه بتيجي عليه في الشارع بتعبنا احنا، كل واحد باخد عربيته في الشارع والاذى بيجينا احنا اصحابات المحلات. يعملوا لهم سوق ولا يعملوا لهم نمر، يعملوا لهم اي حاجه على جنب عشان نبعد عن الناس، عبدالله الناس عشان ما جي... عشان احنا ما تنزيش، عشان احنا ما تنزيش. عاوز قد ايه؟ كيلو؟ بس الاسعار، الاسعار دي غصب عننا احنا، احنا بنروح السوق بنتفاجئ بالاسعار. كيلو ده مثلا ب 3 جنيه بنجيب يا نبطل، يا نجيب يا نبطل. بنروح مثلا النهارده جبناه ب 3 جنيه، ثاني يوم نروح ب 3 ونص. غصب عنك هتجيب، مش هتكون انت ناقص صنف، هتجيبه لو هتبيعه حتى بتمنه هتجيب. انت غصب عنك انت فاهم، بس اقول لك الجاز غالي والبنزين غالي والكيماوي غالي ودي غالي ودي غالي، والزراعه بتصرف. ناس غصب عنها برضه اللي غاليه. اه الحاجه الخضار والحاجه اللي زي كده غاليه. اه ها غاليه، بس هو العيش كويس. احنا كنا بنقف في الطابور وناخد قفص العيش في ب 2 جنيه، كنا ناخده بخمسه من بتوع الكوتش، من الناس اللي بتبيع دي كنا ناخده بخمسه ب 2 جنيه. يعني جبنا عيش الحمد لله برضو حلو التموين. ها؟ اه الخضار والفاكهه اللي غالي، لكن التموين حلو برضو. المستشفى انا رحت، ما انا عنده سكر برضو، ساعه يديني وساعه يقول لي ده لسه، والقرار بيقعد، كان بيقعد الاول يجي بتاع 15 يوم، الوقت القرار بيقعد 3 شهور. اه ورب كعب، انا عاملاه من شهر 6 القرار بتاع معهد السكر ده، لسه ما طلعش. مش عارفه من شهر 6 ولا 5، واما اروح لسه ما طلعش. فبدفع 10 جنيه عشان اخد علاج على ما لسه ما يطلعش، فولي على الكمبيوتر لسه ما طلعش. ومستشفى البلاء برضه بالثلاث شهور اربعه لما مثلا القرار يطلع. هي كل حاجه غاليه، يعني اللي معاه اربع عيال يصرف منين؟ يجيب منين؟ لهم دروس، لهم مسؤوليات ومصاريف. اما انزل اجيب حاجتي معيش مثلا 20 جنيه، اجيب كيلو قوطه، اجيب مش عارف، مش بجيب لهم الحاجه اللي هم عايزينها، مش عارفه اجيب لهم اللي هم عايزينه. يبقى ايه الحل؟ والمرتبات ضعيفه ضعيفه، اما يبقى راجل شغال في مصنع طول النهار والليل ويجي عشان يكفي عياله ويضيف كمان بالليل عشان يجيب لهم، ومسؤولياتهم كلها يعني كبيره علينا، اقل من نص الكميه والله. يعني التموين دلوقتي عدنا بناخد نص الكميه، هو عمل حاجه يعني مش ظبطها برضو، يعني جه ظبطها الناس بقت دلوقتي بتشتكي اكتر. يعني دلوقتي بدل ما اخد التموين باخد سكر وزيت وسمنه وكل الحاجات دي، وانت عشان اخد الاستهلاك اللي انا عايزاه باخد زيت بدل ما اخد سكر ورز وحاجات منه، باخد كل الحاجات اللي يعني المفروض كنت باخد كل اللي انا عايزاه، ما باخدش اللي انا عايزاه، باخد على قد الاحتياج البيت. يعني لو بيتي محتاج الزيت باخده، بيتي هيعوز السكر بلاش الزيت وباخد السكر كده. دلوقتي منزل السوق والاقي الاسعار بالطريقه دي هنعمل ايه؟ يا ريت الاسعار تقل عشان الناس محدود الدخل يعيشوا، واللي معاهمش برضه يعيشوا، يعني يلاقوا ياكلوا.
الناس دلوقتي عايزها، الناس محتاجة. هنقول لك كل حاجة متوفرة بس كل حاجة غالية، يعني عشان أجيب الخضار لعيالي ممكن ما أجيبش لهم الفاكهة، مش مهم أستغنى عن حاجة من احتياجاتهم. المشكلة إن أنا شاب دلوقتي بنشتغل يوم فيه وعشرة لأ، واليوم ما بنتعب بنروح مستشفى ما بنلاقيش علاجنا، يعني التعليم دلوقتي عاد تجاري، الصحة عاد تجاري، تروح أي مستشفى ما تلاقيش فيها طب ولا دواء، بنروح إن كان بنكشف عند الدكتور بره بنصرف العلاج من الصيدلية، ما طب ما عادش زي زمان، يعني الصحة ما عادش لها لازمة ولا التعليم أي ليه أي لازمة. تاني مرة يعني هم عملوا التومين على البطاقة التومينية، كل واحد خمس ترغيفة، طب أنا راجل شاب دلوقتي، خمس ترغيفة في اليوم يكفوني؟ ماشي هنقول خمس رغيفة يكفوني، أنا معايا دلوقتي فرضين وعيالي وأنا ومراتي أربعة، المزبوطين في بطاقة التومين أنا ومراتي، قالوا لك روح مكتب التومين، أديني دلوقتي شهر في مكتب التومين بلاقي به مكتوب أهو. هات شهادة الميلاد عشان أجي روحش أجيب شهادة الميلاد، رحت النهاردة البتاع اللي اسمه إيه ده؟ 6 أكتوبر قالوا لي الكمبيوتر عطلان، طلعت على الدقي. الدقي قالوا لي لا تعالى بكرة وزحمة وموت، خدت بعضية وجيت، طب الخمس ترغيفة العشر ترغيفة دول هيكفوا مين؟ والتلات ترغيفة بجنيه، يعني قول لي نعمل إيه؟ إحنا المشكلة عايزين كل واحد ياخد اللي يكفيه، إن كان مسؤول أو وزير أو كل واحد ياخد اللي يكفيه، يعني البلد دي بتاعتنا عايزين نبنيها بإيدينا، إحنا ما بنقولكش كان ولا ماني، هو مسؤول علينا يشكر بس كل واحد ياخد اللي يكفيه، بس أنا الكلمتين دول اللي عايز أقولهم لك، لكن التعليم دلوقتي ولا عاد في تعليم ولا عاد في طب ولا عاد في زي زمان، يعني انا بقول لك بصراحه كل حاجه دلوقتي عاد الدبح، تروح تكشف عند دكتور كشف دبح، تروح تصرف في الصيدليه دبح، ما عادش في زي زمان. اول حاجه بتيجي البلديه بتبهدلنا، واخدين مني عربيه واخدين مني ميزان واخدين مني شمسيه، ما عنديش انا شغله غيرها هي دي، لما تكون البلديه مبهدلانا كده امال هنروح فين؟ هنبيع حشيش او هنسرق؟ ما عنديش انا حاجه، وعسلنا 64 سنه ولا معايا معاش ولا معايا دخل غير هي البيع والشراء، وما فيش غير حبة البامية وحبة الملوخية اللي انا ببيعها. بتيجي البلدية بتروح شايلة كله. اعمل لي أي مكان إن أنا أقعد فيه بحيث إن أنا تبقى الحكومة حمياني. إنما أبقى قاعد متبهدل وتيجي البلدية تاخد حاجتي ده ما ينفعش. إحنا بنقول ربنا يصلح حال البلد. ما بنقولش حاجة أكتر من كده وربنا يوفقه. بس شيلونا من موضوع البلدية. في ناس هنا عاملة كشاك ومبنية بالطوب وبتيجي البلدية عندها ما بتعملهاش حاجة. انما بتيجي عند البياع الفقير تاخد عربيه تاخد ميزان تاخد ده، وبعدين انا قاعد ما عنديش غيرها شغلانه، واخدين مني ميزان واخدين مني شمسيه لسه ما كملوش اسبوع، فانا ما عنديش حاجه ما عنديش شغله غير دي. شيلونا من موضوع البلديه يا تعملوا لنا نمر. ما هو الاسعار زي ما انت شايف الاسعار اهي، الاسعار كده زرع كتير وما فيش بيع وشراء، لان الناس ما معهاش سيول عشان تشتري، اللي بتاخد كيلو بتاخد نص كيلو، اللي بتاخد نص كيلو بتاخد ربع كيلو، بنجيب السلعه بالكوا وبنفضل قاعدين جنبيها طول النهار وبنيجي بالليل نبيتها اخر النهار والصبح بنرميها، لان ما فيش سيوله في البلد. الناس اللي هتشتري منين؟ اللي تاخد نص كيلو تاخد ربع كيلو جابن. هو السيوله زي ما انت شايفه كده، ما فيش سيوله في البلد عشان الناس تشتري، ما فيش دخل. الواحد اللي تيجي تقول لك يوم ما بتطمع زي ما بتقول لك اديني ربع كيلو باميه، تبقى جايب بشيء والشويات وتيجي تبيع ربع كيلو وتيجي اخر النهار تبيته وتصبح الصبح ترميه. انا نفسي ان ربنا يصلح حال البلد ويوفقه، اكتر من كده انا مش عايز. سني 64 سنه ونفسي اعمل معاش، ما عنديش معاش ما عنديش دخل، ومعايا 3 في المدارس. حاله السوق والله نايمه يا باشا، والدنيا تعبانه والناس ما بقتش زي ما هي برضه. لو اشتغل في شهر رمضان شويه والدنيا بعد رمضان بتجنط، مبقاش في حاجه ولا شغل ولا اي حاجه. يعني لما كنت بترمي في رمضان كنت بترمي 100 جنيه، طب ايه 100 جنيه دي؟ مش جايبه حق السكر. صناعي زي انا بياخد 50 جنيه، طب فين؟ طيب مش عارف اعمل ايه، والناس برضو تعبانه هنا وبتاع. يعني لما بتدي واحد شيء مثلا الراجل اللي ورايا ده بيقعد بدلها ساعتين اكون انا سلمت عشان ياخد شاي بعده. ناس تعبانه ومفيش فلوس والدنيا تعبانه قوي، الدنيا غليت، مفيش حد عارف يعمل اي حاجه في البلد. انا راجل بقالي 3 شهور ومش عارف اعمل فلوس، يوميتي اللي باخدها بروح اجيب ربع فراخ مثلا ونص فراخ بدفع 25 جنيه وانا واقف. ما هو حرام برضه، يعني لما اشوف الدنيا دي عامله ازاي كده والدنيا زايطه، بس ما فيش. فين الزايطه؟ ما هو بيقول لك زايطه وشغاله، بس دلوقتي مش شغاله ولا اي حاجه. ان اللي جاي كله ما اللي رايح على حق الحاجه اللي موجوده، والناس مش لاقية. أنا ما عملتش حاجة،
عملت ايه انا في الدنيا؟ اديني شغال اهو بقالي 3 شهور الدنيا تعبانه قوي. ما انا معلش بصرف برضه، انا لو رحت ما زي ما قلت لك كده كلت مش عارف ايه، كلت مش عارف ايه، بيوميه ضاعت بتاعتي. ما انا مش هوفر ايه منها؟ انا شاب دلوقتي عندي 19 سنه، عايز اتجوز، عايز شقه برضه. يعني الكلام اللي انا بقول لك ده انا اللي عايزه، ومش لاقي عروسه، مش لاقي مش لاقي. لا حلها ازاي؟ طيب اللي معاه شفتها مش بيدوه؟ مشونا من عند العيش الصبح، انا من الساعه 7 انا نازله عشان اجيب عيش. قالوا روح هات، روح روح شارع ال20. طب انا لسه جايه من شارع ال20، ما رديو، ما فيش الطابور زي من هنا واخر الشارع، ويا ريت هيعملوا لنا. بيقولوا هتاخدوه في اول 9، الناس هتقعد من غير عيش لحد اول 9، ولا يعملوا الواحد يروح يجيب بيه؟ يعني اللي عمل بسال، قالوا في اول 9. عندي 6 عيال، الاسعار غاليه، يعني اللحمه غاليه، وادي الخضار شوف غالي ازاي. البطاطس ب 4 جنيه و 2 جنيه شغال كده يعني. اعمل اه هشتغل ايه؟ هو ما عندي بلون بس مش متوظف بيه. ما فيش وظيفه بالدبلوم. لا مش بكفي، لا مش بكفي. طب انا طالبين مني اشاعات وبتاع كشف عشان دراعي تعبني، حتى رحت مستشفى بولاق اعمله، ما فين؟ يقول الجهاز بايظ. الدخل هيكفي ايه ولا ايه؟ ولا ايه كشوفات ولا ده ولا ده ولا اكل ولا ايه؟ ولا مدارس جاي علينا، مدارس كلها في البيت بس كده. هعمل ايه؟ كل يوم بجيب حاجه كده وسط وخلاص، هنعمل ايه؟ امال يعني هنوكلهم ايه؟ بعدها ماشي يرخص لنا الحاجه شويه، مش مسك هو يرخص الحاجه شويه، يبص للناس اللي هي تعبانه زي حضرتنا كده. يقدم حاجه كويسه للناس. امال يعني هيعمل له معاش؟ بس هيقدر يعمل له معاش؟ مش هيعمل. فين وفين اللي هيديه المعاش؟ هيعمل ايه؟ هنقدم يرخص لنا الحاجه شويه بس، خلي الناس تعرف تمشي. يعني اللي مرتبه قليل يمشي لحد اخر الشهر، يمشي الواحد مثلا. وادها ماشي، هنعمل ايه طيب؟ نفسي اخلي الحاجه رخيصه شويه، اخلي الناس اللحمه الناس تاكل لحمه غاليه. الواحد لما يروح يجيب كيلو لحمه او كيلو وربع ب 150، هيجيب ايه خضاري؟ يعني تصرف عشان تاكل لحمه تصرف 200 جنيه؟ يرخص الدنيا شويه. الجو تعبان والله، تعبانين خالص، جو وحش، هناك الجو غلا، وهنا جو، وهنا جو مش متحرك خالص، مش مساعد اساسا. انا بقالي يجي اكتر من بتاع 27 سنه ما بين خضار. كنا كان الاول هنا في سوق والحمد لله بنوها، خدنا محل هنا والحمد لله، بس بقالها 3 4 سنين جو وحش 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 وتعبان. من سنه فاتت كمان الجو تعبان خالص، جو الواحد بيروح هناك السبوب جراح هناك السوق الكبير مش عارف يجيب ايه من الخضار اللي عندي. جو تعبان خالص، محدش بيشتري، الناس مش عارف في ايه اللي حصل. لا هنا الزبون يعني المنطقه دي كلها عارفانا، لان احنا هنا من زمان، فالزبون حتى اللي بيسرح في الشارع ما يضرنيش في حاجه، بس الناس تعبانه اساسا يعني ماليا نفسيا. مفيش الناس يعني خايفه من بكره. اللي معاه فلوس يقول لك لا، بيشتري على قده، يقول لك عشان ما اعرفش بكره يحصل ايه. عشان السوق يرجع زي الاول، البلد لازم ترجع زي الاول. كل اللي اتصل يقول لك جو وحش، مخنوق، كان مدرس، ان كان شغال بيبيع اي حاجه، ان كان اي حاجه، تعبان تعبان تعبان. ما هي احنا كلنا زي ما يكون في مركب واحد، كلنا في مركب واحد، او هي عجله، ان العجله اشتغل كله بيشتغل.